هنتابع دلوقتي مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير شركة مصر للطيران 25 رحلة جوية للأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام. تأتي هذه الرحلات بواقع 11 رحلة القاهرة جدة وتسع رحلات القاهرة المدينة المنورة وثلاث رحلات كوناكري المدينة ورحلتين من باماكو المدينة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتضامن والسياحة والآثار ووزارة الطيران المدني وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية ومطروح وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد. النهارده هيبدأ تسليم خطابات ندب امتحانات الثانوية العامة 2023-2024، وهيتم قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاث والأربع والخميس المقبل. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهارده مع مباراة قوية في إطار الدور 32 من بطولة كأس مصر. هيلتقي الاتحاد السكندري مع سماد أبو قير في تمام الساعة 8 مساءً.